نروح دلوقتي معاكم لأهم كلام المواقع على الإنترنت عن النادي الأهلي. يلا كورة، ماذا ينتظر الأهلي بعد الترجي؟ مواجهات عربية والزمالك و11 لقاء مؤجل. اليوم السابع الخطيب يجتمع بكارتيرون ومحمد يوسف في الخميس المقبل. الوطن سبورت صالح جمعة، أحتاج ربع فرصة في الأهلي والموهبة لا تكفي. البوابة 22 مليون جنيه مكاسب الأهلي المالية بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي.com كارتيرون يطالب صالح جمعة بالجاهزية تمهيدا لقيده في يناير. سوبر كورة، ثنائي الأهلي يخضع لفحوصات طبية بعد الإصابة أمام الترجي. موقع وان تري المستكاوي، الأهلي بطل الدوري برغم زيرو الترجي. يلا كورة، وكيل أحمد فتحي اللاعب مستمر مع النادي الأهلي ولا يفكر في الاعتزال.